الاستاذ الدكتور حسين خيري عميد الكليه والدكتور عم خالد. ومن رحم المجددون بدأت حكايتنا، لنرحب معا برائد المجددين الدكتور عم خالد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اولا شرف لي ان انا اكون موجود في وسطكم. انا فعلا مبسوط جدا، اول مره التقي بطلبه كليه الطب جامعه القاهره اعرق. فانا مقدر قيمه الناس اللي انا جاي بكلمها. طب جامعه القاهره أعرق الجامعات وأعرق الكليات يمكن في مصر وفي العالم العربي كله، فأنا شرف لي أن أنا أكون موجود معاكم وأن أنا أتقدم لكم في هذا المكان. الموضوع اللي أنا جاي أتكلم فيه هو عبارة عن مجموعة نقاط. هو الحقيقة وأنا جاي افتكرت نفسي لما كنت طالب في الجامعة، وكان ساعات بتعمل محاضرات جماهيرية ويحضر ناس كتير ويحضر أساتذة ومفكرين وعلماء، وكنت بحضر ورجعت بيا الذاكرة فلقيت نفسي بسأل نفسي سؤال، طب أنت لما كنت بتحضر اللقاءات دي كنت عايز تسمع إيه؟ مش أغنية يعني، يعني عايز تسمع إيه؟ فلقيت إن أنا كنت عايز أسمع حاجة تفيدني في مستقبلي. فالحقيقة جاية النهاردة بكلم واحد واحد، بكلم بنت بنت، والشباب اللي واقفين انا يعني متاثر بيهم جدا، ويعني فوق راسي من فوق البنات والشباب اللي واقفين ورا. فانا جاي اكلم واحد واحد اقول له ايه؟ اقول له رساله اعتقد ان الرساله دي ممكن يعيش بيها. يعني انا هحاول ان انا اقول ثلاث اربع نقط، والثلاث اربع نقط دي مش فكرة مجرد ان انا جاي ادي محاضرة ادي كلام، لا انا مش جاي عشان كده، وانا مش عارف اشوفكم تاني امتى وهنلتقي تاني امتى. فانا جاي يا شباب يا كلية طب جامعة القاهرة، عندي ليكم رسائل محددة لو كتبتوهم او افتكرتوهم او شفتوهم حتى بالليل على عمري خدت نتهم ما بينقلوا اهو دلوقتي وسجلتوهم عندكم، تستطيعوا ان انتوا تقول انا هعيش بالنقط دي. فهم خمس نقط، وانا لو تلاحظوا انا عملي جدا، يعني انا مش جاي اضيع وقتكم ولا جاي اضيع وقتي، انما انا جاي اطلع بحاجه، حاجه عمليه نشتغل بيها ونتحرك بيها. ماشي؟ موافقين على اتفقنا؟
طيب النقطة الأولى اللي أنا عايز أبدأ بيها وعايز أتكلم بيها، أنت صاحب رسالة ولابد أن تؤمن يا شباب ويا طلبة كلية الطب جامعة القاهرة إنك شئت أم أبيت غصب عنك أنت صاحب رسالة، لأن أصلاً الطب رسالة، ورسالة من أرقى الرسالات اللي عرفتها البشرية، ومن أوائل الرسالات اللي اقتنعت بها البشرية أنها رسالة عظيمة. مش بمزاجك، أنت هتقعد 7 سنين وهتتعب، والمستقبل صعب، والفلوس قليلة، وعارف كل اللي هتقوله، وكلكم دلوقتي، انا عارف انا مش عايز ازود في الكلام عشان ما اقلبش عليكم المحتوى. انا عارف، انا اصلا والدي طبيب امراض بطن وقلب، ونص الفريق اللي بيشتغل معايا سواء في عمري خالد دوت نت، سواء في صناع الحياه، سواء في المشروعات اللي احنا شغالين فيها، دكاتره. فانا حاسس بيكم قوي قوي قوي، ومدرك صعوبات المستقبل قوي قوي قوي. بس انتوا نوابغ مصر، انتوا نوابغ الثانويه العامه، انتوا نوابغ بسبب المجال اللي انتوا فيه، مش بمزاجكم. طالما دخلت الكليه دي لابد تكون صاحب رساله. يعني ايه صاحب رساله؟ يعني مش الموضوع ان انا عايز اتخرج عشان اشتغل واحاول اجيب فلوس عشان اتجوز واخلف وابقى معايا فلوس واكبر. لا، الموضوع اكبر من كده بكتير. هتعمل الحاجات دي ومن حقك تفكر في الحاجات دي، بس انت صاحب رساله، لان الطب رساله. فانا بسال شباب الطب اللي موجودين هنا، هل انت حاسس جواك انك صاحب رساله؟ ولا انا يعني انا عايز اعيش ونقطه فول ستوب، انا عايز اعيش. ما ينفعش، لان مش بمزاجك. ممكن تخش كليه تانية. يعني انا كنت طالب في كليه تجاره، وفي الوقت اللي انا كنت فيه 90% من الطلبه انا عايز اعيش، حقه وخلاص على كده. بس انت في حاجتك ما ينفعش، مش مقبول. انت لازم، واول حاجه بقولها لك، وصدقني ده سكتك للنجاح. واوعى افتكر ان الدكاتره اللي نجحوا نجاح متميز نجحوا لان هم كانوا عايزين يكونوا، انا اسف في الكلمه، يعني الاطباء ما ينفعش اقول عليهم كلمات يعني ارزقيه. لا، مش ارزقي، لا، هو صاحب رساله، والرساله دي اسمها صحه بلد، اسمها بني ادم ينجو، اسمها انقاذ بشر. دي ارقى ارقى المهن. يعني انت لو سالتني ايه ارقى الالقاب في تاريخ البشريه، اقول لك الانبياء. تقول لي طب ايه تاني لقب من ارقى الالقاب في تاريخ البشريه؟ اقول لك مثلا الامومه. تقول لي طب ايه ثالث ارقى لقب في تاريخ البشريه؟ اقول لك طبيب. مش هقول لك مهندس، ومش هقول لك جنرال، ومش هقول لك قائد عسكري، هقول لك نبي، أم، طبيب. أنت لازم تبقى شايف نفسك كده. وصدقوني يا شباب، اللي هيتحول فيكم، أصل هي أنتوا عارفين إيه الفرق بين أرزقي وصاحب رسالة؟ حد عارف إيه الفرق؟ قرار في الدماغ. بس قرار، قرار. يعني أنت، يعني أنت 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 هتذاكر، بس أدائك هيختلف تماما. لا، واحد تاني. قدراتك هتختلف تماما، نظرتك للحياة هتختلف. أنا صاحب رسالة، أنا اللي بصلح في الـ، أنا اللي بصلح على الأرض، أنا 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 اللي هنقذ الناس. أنا عايز أعيش، طبعا عايز أعيش. وأنا عشان كده ابتديت لكم إن أنا مش جاي من كوكب تاني، مش مدرك احتياجاتكم ومعاناتكم. أنا مدرك، ومدرك صعوبات تنتظركم في المستقبل، بس ما ينفعش، نو أوبشن، مفيش اختيار. انت لازم تكون صاحب رساله عشان المهنه دي كده. وما ضاعتش الصحه في بلادنا الا لما نسي
أجزاء كتير من أعضاء الوطن بالذات الأطباء إنهم أصحاب رسالة. أنت الجيل ده لازم يطلع صاحب رسالة، والثورة اللي حصلت دي لازم تخلي الجيل ده وكلية طب جامعة القاهرة أصحاب رسالة. ودي نقطة أنا مصر عمال أعيد وأزيد فيها، علشان لازم تغرسها في دماغك وتجاهد فيها في دماغك، لأن أنا عايز أعيش مطلب وأنا صاحب رسالة. لازم تكون أكبر وتجاهد دماغك، لأ، وتقعد تزن على دماغك وتتخانق مع دماغك وتقعد تفكر نفسك، لأنك هتنسى 100 مرة أنا صاحب رسالة. فسؤال بقى، يعني إحنا المدرج تحت ما شاء الله مليان وفوق الشباب قاعدين، مين صاحب رسالة بيدرس طب عشان صاحب رسالة؟ بس بجد وربنا شاهد اللي رافعين ايديهم دول، والله العظيم انا مبسوط ان في ناس مش رافعه ايديها، جدع يعني صادق مع نفسه. فاللي رافعين ايديهم دول ممكن ترفع تاني؟ الف شكر، ربنا يخليك. بس خلي بالك بقى، صاحب الرساله دي تدعوك لحاجتين، عارف تدعوك لايه؟ تميز. صاحب الرساله تميز بقى، يعني انت كنت اوائل الثانويه العامه فانت اصلا متميز، خلاص كفايه كده، لا ما تجيب اكتر، طب ما تعالي كمان. انا كنت في مطار هيثرو من حوالي شهر كده، فشفت جوه المطار، بص اللقطه، انا داخل المطار بصيت لقيت زي كده اعلان، بس اعلان من غير ما يتحط اسم المعلن، حاجه غريبه جدا. ايه الاعلان؟ 3 زرافات عاملينها بالفوتوشوب، يعني مركبينها، يعني 3 زرافات وقدامهم شجرة أطول منهم، يعني الشجرة لغاية هنا والزرافة مثلا إيه مش طايلة الشجرة، كويس؟ فالزرافة أصلا قافلة الموبايل بتاعها، الزرافة أصلا طويلة، وجايب لك بالفوتوشوب زرافة واقفة فوق ال3 زرافات، وال3 زرافات مش عارفين يطولوا، والزرافة واقفة فوقيهم بتاكل من الشجرة، وكاتبين تحتيها إذا كنت عظيما وتستطيع أن تكون أعظم فلا تتردد. حد فهمها؟ إذا كنت عظيما وتستطيع أن تكون أعظم فلا تتردد. بالله عليكم يا شباب، جزء من نجاحك في المستقبل مش كفاية أنا طالب كلية طب أرقى الكليات وأنا أعلى تقديرات، إذا كنت عظيما وتستطيع أن تكون أعظم فلا تتردد. هل ممكن يطلع من هنا واحد مبص نلاقيه جراح عالمي وطبيب تخدير عالمي ومخترع جديد لفكرة؟ يعني الناس اللي هنا دي، ما هو يعني ايه صاحب رسالة؟ ما انا عايز اترجمها بقى الكلام، تميز تميز غير عادي. انت بتقرا كتير، انت بتخش على ابحاث كتير، انت بتروح تدور لك على دكتور تحاول تقول له انا عايز اساعدك في اي حاجة، انت عايز تتميز، ولا انت شايف مكتفي بما انت فيه؟ تخيلوا ان الغرب من أسرار تميز الغرب إنه ما بيكتفيش، عنده طموح ما بيخلص. كان في واحد ماشي في أمريكا بعربية بتبيع فراخ مقلية، شوية بقصومات وشوية فراخ، اتحول بقى اسمه كنتاكي فرايد تشيكن، وألافات الفروع في العالم، وهو كان ماشي بعربية جونسون أند جونسون. بدايته كانت إيه؟ واحد لقى مطهر للجروح، اخترعه في أمريكا علبة كده بنص دولار، بدأ يبيعها، لكن طموحه تميزه. يا شباب تميز، وقول أنا هكون متميز غير عادي. أنت صاحب رسالة فلازم تتميز، أنت صاحب رسالة فدماغك دي شغالة. هساعد الناس إزاي؟ المصريين صحتهم ضايعة، الالتهاب الكبد الوبائي مخلص عليهم، الميزانية اللي بتتصرف على 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 العلاج لو اتصرفت على الوقاية أو لو اتصرفت على الدكاترة دي تخلي الطب في مصر من غير عادي. أنا عشت في إنجلترا،
اقسم بالله العظيم الدكاتره المصريين في انجلترا، انا يا جماعه ما سكنتش في لندن، انا سكنت في حته اسمها برمنجهام. برمنجهام دي بره لندن بحوالي ساعه ونص. سكنت في حته في ضاحيه حلوه قوي في برمنجهام اسمها سولي هول. سولي هول دي انا ما كنتش اعرف ان فيها مصريين، ففوجئت 14 طبيب مصري في الحته دي، مش في لندن، في سولي هول دي 14 طبيب مصري كلهم نمبر 1 في الـ في الـ في الـ في المستشفيات بتاعتهم، وعايشين في ارقى حته في بريطانيا. بقيت اسال واحد واحد، صاحبنا بقى وبقينا كاننا عيله واحده. انا كليه طب جامعه القاهره، انا كنت طالب عادي جدا، بس كان جوايا نفسي اعمل حاجه كبيره. العامل المشترك بين ال 14 كان نفسي اعمل حاجه كبيره. طول ما انت بتفكر في القرش وبس اكيد هتفكر فيه، لا يمكن هتكبر، لان هيبقى كل اللي انت بتدور عليه قرش من هنا وقرش من هنا وقرش من هنا. يا اخي اكبر وهتيجي فلوس اكتر. صاحب رساله عايز يتميز، دي الرساله الاولى اللي انا عايز اقولها لكم. صاحب رساله عايز انقذ الناس، ده اللي هيجيب الابداع، ده اللي هيطلعك مختلف عن اللي حواليك. بس عايز اتميز. توافقوني على 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 الفكره الاولى. الفكره الاولى اللي انا عايز اقولها تاني وبركز عليها تاني، احنا دلوقتي قاعدين نصل داخلين على 1000 واحد، 1000 طبيب، شاب طبيب في كليه الطب في اعرق مكان، في قاعه رقيه عظيمه. انا طول ما انا داخل مكاتب الجامعه عندكم، ايه الرقي ده؟ حاجه عريقه، انت في مكان عريق. ارجوك 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 صاحب رساله متميز. وانا عارف ان الفلوس هتوجعك، وان لسه قدامك مشوار، وبعدين سنه امتياز، وبعدين هتقعد تتعب على ما تقف على رجليك. بس وانت صاحب رساله، ما انت كده كده هتتعب، يعني انت غريب جدا، ما انت كده كده هتتعبي. طب ما تتعب وتبقى بتكسب اكتر، بدل ما تحجم حصولك وهو قرار في الدماغ. انا صاحب رساله، وتقعد تجاهد القرار ده وتقعد تصر عليه. انا صاحب رساله يبقى ذاكر زياده، انا صاحب رساله يبقى الموضوع مش موضوع درجات وبس، انا صاحب رساله عايز علم جديد، انا صاحب رساله عايز اسافر واشوف الدنيا فيها ايه واتعلم، انا صاحب رساله عايز اتميز، انا صاحب رساله المصريين صعبانين عليا. دي مش صحه شعب ممكن يكون عظيم، دي مش صحه شعب يقدر يعمل نهضه، مستحيل بالصحه دي يعمل نهضه. انا مسؤول عن ده. تخيل لما تبقى شاعر وانت طالب في سنه ثالثه لسه معلوماتك قد كده، انك مسؤول عن صحه المصريين، وكمان لو اتطورت تبقى حاسس ان المرض الفلاني هتموت وتطلع له حل. انا منبهر بالاسره اللي دعتني، وانا نسيت اشكرهم، لكن انا بشكرهم قدامكم كلكم، اسره مجددون، لان هم عندهم فكره. طول ما انا جاي في السكه عبد العزيز عمال يكلمني عن الساينس، وازاي ان النهضه لازم تبقى مرتبطه بالعلم، وازاي ان احنا بنعمل جوه اسره مجددون سيشنز علشان ننقي وننمي افكار، وازاي واحد جاي بيقول لي احنا عملنا فكره عن التنميه بالايمان، وازاي ان لازم يحصل تنميه، وعملنا كوتشينير وسالنا الناس. انت لازم تكون صاحب رساله، لازم، ما ينفعش. معلش انا طولت فيها، بس ارجوكوا يا اطباء، ارجوكوا ارجوكوا ارجوكوا، هيحصل شيفت، يعني بارادايم شيفت لعقول او لوضع الطب في بلادنا، لو الجيل اللي قدامي دون قرر ان هو رسالي وعايز يعيش. هو رسالي ده مش عايز يعيش، يعني رسالي ده يقعد يتمرمط على طول، بس مش عايز يعيش وبس، لا، رسالي صحه المصريين. النهضه مرتبطه بالصحه، هما ثلاث حاجات، صحة وتعليم واقتصاد. أنا ما أنت معاك التلت، لازم تشوف نفسك كده، شوف نفسك، وساعتها هتشوف نفسك كبير. والله مش هتشوف نفسك طالب في كلية طب سنة تانية، لا، أنا كبير، أنا مسؤول عنكم. وتبقى ماشي في الشوارع كده بتبص على الناس، واللي أنت بتاخده في الكلية بتبص على الناس، يا عيني المرض ده منتشر، طب هنعمل إيه في الموضوع ده؟ وترجع وتفتح وتعمل سيرش وتدخل على النت، وتبقى عايز تسافر في اجازه الصيف تشوف لك اي حد ممكن اتدرب في انجلترا، اقعد لي شهر في الاجازه، عايز تتعلم، نهم نهم.
وساعتها تفهم معنى الآية اللي بتقول وقل ربي زدني علما ما شبعتش كمان. عمرك فكرت في الآية كده؟ النبي كان لما الآية دي نزلت النبي كان سنه 60 كمان. وقل ربي زدني علما ما شبعتش يا رب اديني كمان. والله ما شفتش فكرة في ثقافة من الثقافات بتحفز للعلم قد الآية دي. زدني علما. أنت صاحب رسالة، نظرتك للعلم لازم تتغير. تعشق العلم. دي الجزئية الأولى، وسامحوني إن أنا طولت فيها بس أنا كنت مصر عليها. الجزئية الثانية اللي أنا عايز أقولها لكم، مصر اتغيرت كتير في الست أشهر اللي فاتوا أو التسعة أشهر اللي فاتوا. أفكار وطيارات، سلفي وإخوان، ليبرالي وعلماني، مسلم ومسيحي، نوبي بيتكلم وبيقول لي حق، ومسيحي بيتكلم وبيعرض رأيه، وكتلة وأحزاب. إيه ده؟ فجأة كده. هو ده كويس ولا وحش؟ ده كويس ووحش حسب هتشوفه إزاي، حسب هتتحرك عليها إزاي. أنا ليه نصيحة ليكوا يا شباب، في وسط اللي بيحصل ده في بعض اللي قاعدين هنا لهم انتماءات فوق راسنا من فوق، وفي بعض اللي قاعدين هنا متلخبط. هو أنا المفروض أعمل إيه؟ هو إيه العك كده؟ هي إيه الزحمة دي؟ ما كانت فاضية. هي اتزحمت ليه كده؟ طب وصوت لمين؟ وانتخب مين؟ طب فأنا عايز أعرض عليكم فكرة تستريح بيها. أنا الدكتوراه بتاعتي كانت بعنوان التعايش، الكوكزيستنس، قبول الآخر، كيف تقبل الناس. وكانت طالعة من الإسلام، هل الإسلام يقبل الآخر المختلف عنه 180 درجة ولا الإسلام لا يقبل أنا وبس؟ وأنا مش هتكلم على الإسلام عموما قد ما هتكلم على individuals، كل واحد في كل واحدة. فكرة أنا أفكر إزاي، أنا المفروض النهاردة في مصر أفكر إزاي، لأن ده نقلة جديدة للمصريين. فأنا كشاب في كلية الطب أو كشاب عموما بقى، مش بتكلم على أطباء تحديدا، لأني كنت بتكلم على أطباء تحديدا، أنا كشاب عموما المفروض أفكر إزاي. أنا النصيحة اللي أنا بنصحها لك، انظر للاختلاف على إنه ميزة مش عيب. دي أول نقطة. يعني هل الاختلاف ميزة ولا عيب؟ ناس كتير النهاردة في مصر شايفاه عيب، يا مش طايق دول، والتاني يقول لك خي مش طايق دول. هل أصلا الاختلاف نضج ولا قلة نضج؟ هل الاختلاف ثراء ولا فقر؟ غنى ولا فقر؟ ميزة ولا عيب؟ إمتى يبقى عيب؟ لو هندبح في بعض ونضرب بعض ونموت بعض يبقى عيب. طب انت بتقترح علي ايه؟ اقولك انا بفكر ازاي. انا طريقة تفكيري اي حد مختلف عني اول حاجة بتحصل في دماغي عارف ايه؟ المنطقة المشتركة بيني وبينه. الحكاية دي خطيرة، يعني تكسبك مكاسب. هو دلوقتي مختلف وانا مش عجباني فكرته، ومن جوايا في حاجات فيها مضايقاني. طب بس ايه المشترك بيني وبينه؟ والله يا شباب انا بديكوا هدية دلوقتي مع امك. طب ايه ما هي امك مختلفة عنك كمان. ايه انا وابويا، ايه المشترك بيني وبين ابويا؟ ما بدل ما نتخانق او بدل ما العلاقة تبقى جافة، انا والدكتور فلاني اللي بيديني المادة الفلانية فين الاوفرلاب بيني وبينه؟ انا وزميلي المسلم او المسيحي فين الاوفرلاب بيني وبينه؟ فين الاوفرلاب؟ هتكسب مكاسب. اصل لو بدات تفكر بالطريقه دي وتعامل مع الناس بالطريقه دي، لانك هتبقى كله بتاخده عندك. فاهمين بيحصل ايه بعد شويه؟ مش انتهازيه، دي طريقه تفكير. فاول لقطه فيها انك تبص الاختلاف على انه ميزه. ولو شاء ربك، شوف القران بيقول لك ايه؟ ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين. يا رب انت اللي بتقول كده، ولا يزالون مختلفين، وتيجي في الاخر الايه وما قايل لك ايه؟ ولذلك خلقهم.
يعني ايه ولذلك خلقهم؟ ليكونوا مختلفين طبعا. ليه؟ عشان الحياة تبقى أكثر ثراء، لأن تلاقح الأفكار بينميها. تخيل واحد واقف قدام مراية هيشوف نفسه كام؟ واحد، مش كده؟ طب لو واقف بين مرايتين هيشوف نفسه كام؟ عدد لا نهائي. تخيل لو حضرتك نزلت النهاردة الصبح للكلية، دخلت لقيت كل الناس شبهك. حاول تتخيل كده، عارف نفسك في المراية عامل ازاي؟ بص لنفسك في المراية وانزل لقي الناس كلها شبهك. فلبست لبسك لقيت كل الناس لابسة نفس اللبس اللي انت لابسه. يحصل لك ايه بعد شهر؟ والله العظيم تتجنن، والله مش بهزار، مش تكتئب، تتجنن. طب تخيل بقى ولو كل الناس بتفكر زيك. والله دي حاجة تجيب يعني الدكاترة الأطباء النفسيين يشتغلوا شغل رهيب، وهم كمان هيبقوا ما علينا يعني. المهم، فتخيل حاجة زي كده. لا أنا عايزك تتخيل إنك كل ما تيجي تتحاور مع حد يقول لك نفس الفكرة وتفضل كده على طول، إيه الزهق؟ تخيل واحد ومراته أحيانا بيتخانقوا مع بعض، يقولوا إحنا مختلفين عن بعض كتير قوي. ده انتوا مختلفين وما بتتكلموش. تخيل لو بتقولوا نفس الافكار كان زمانهم قاعدين ما بيتكلموا، يعني كان زمانهم اتطلقوا من 100 سنه، لان خلاص بقى زهقنا. ده هو الاختلاف ميزه. طب الحل ايه؟ كل ما تلاقي واحد مختلف عنك، والله يا جماعه دي طريقه حياه. فين الاوفرلاب؟ واديكوا امثله. انا وابويا مختلفين عن بعض، بنفكر. انا ابويا طبيب ومشغول بالعياده بتاعته ودي حياته، وانا سكتي في حاجه تانية. من حوالي 10 سنين بدات الفجوه تزيد، مفيش موضوع للكلام. فانا كده قعدت مع نفسي قلت طب فين الاوفرلاب بيني وبين ابويا؟ فاكتشفت ان ابويا بيعشق النادي الاهلي، اهلاوي. بس ابني زملكاوي بالمناسبه، يعني ما علينا. فبدات ما بفوتش ماتش للاهلي الا لما اروح اقعد مع ابويا ساعتين، بدل ما احنا ما بنتكلمش، ما عادش في منطقه حوار. كل ما يجي ماتش الاهلي اقعد اتفرج معاه ماتش. تصدقوا حجم الحوار بقى في بقيه الدنيا اتغير كتير، لان فتحنا منطقه تشارك. انت بقى، انت وامك، الدكتور فلان ده اللي انا متعقد منه، فين الاوفرلاب بيني وبينه؟ وتقعد بقى مفيش تقعد تتعب وتجيب في دماغك طب فين طب اجيبها ازاي؟ هو بيحب ايه؟ يعني اجيب الاوفرلاب ازاي؟ هو بيحب ايه؟ تعرف تتعامل في مصر كده؟ اهي مصر النهارده محتاجه ناس بتفكر بالطريقه دي. وجربوها يا شباب، وانتظر المكاسب الخرافيه. يعني ايه مكاسب؟ هتكسب الناس. اولا هتبقى محبوب، ثانيا كل الناس هتشاور عليك وتقول يا سلام الراجل ده منفتح بشكل، ده بيتعامل مع كل الناس وكل الناس بتقبله. ثالثا فرص. يعني ايه فرص؟ كثره ان عندك سكك كتيره، فرصه من هنا وفرصه من هنا وفرصه من هنا وفرصه من هنا، فرص انك تكبر وفرص انك تنجح. ولو انت صاحب رساله هتوظفها لرسالتك. فدي كانت الفكره الثانيه اللي انا عايز اقولها لكم، الاوفرلاب، منطقه التشابك مع كل حد مختلف عنك. وبص المصري كده النهارده، يعني السلفيين، انا مختلف مع السلفيين، انا مش موافق على فكر السلفيين، وقد اكون مش موافق على الشكل. طب ايه ممكن يكون مشترك؟ مش عارف. طب فكر. طب زميلي اللي في الكليه مسيحي، طب ايه المشترك بيني وبينه؟ انا بدعي ان انا نتيجه الحكايه دي عرفت على مدار حياتي اوجد كميه من العلاقات والصداقات مع ناس متناقضين. لما تبص هما الاثنين ما يقبلوش بعض، لكن هما الاثنين يقبلوني عشان انا بفكر بالطريقه دي. وانا بدعي ان النهارده انا في مصر، انا بتكلم عن نفسي يعني، انا النهارده في مصر في منطقه النص بسبب الفكره دي. ان انا
افهمك وفي نفس الوقت اعرف افهم فلان، وافهمك وفي نفس الوقت اعرف اتعامل مع فلان. وهقول لكم حاجه ليكم يا شباب، الرياضه، الرياضه من اقوى الحاجات اللي تخليك تعمل مناطق تشارك مع الشباب اللي زيك. الرياضه بتفتح مجالات، الرياضه والفنون من اكتر الحاجات اللي تفتح لك مناطق تشارك مع الاخرين. فانا بهديكم الحكايه دي عشان اليومين دول اللي ما عندوش طريقه يتعامل بيها مع الناس يمكن يتعب، ويمكن يحس ان هو زهقان ومش فاهم، وشايف ان اللي بيحصل في مصر ده كله مؤذي. طبعا هيبقى مؤذي لو تحول الى صراع، لكن لو تحول الى مناطق تشارك هنكسب كلنا. فممكن تبدا بنفسك، ممكن تبدا تفكر بالحكايه دي، وابدا بقى باصحابك وابوك وامك واخوك. فين منطقه التشارك مع اخويا مع صاحبي؟ وحد بعد سنه لو بدات تنفذها، بعد سنه هتبقى استاذ، هتبقي خلاص يعني تتعاملي مع الناس كلها كده. دي النقطه الثانيه اللي انا كنت عايز اقولها لكم. يبقى النقطه الاولانيه، انت صاحب رساله متميز، هتكسب اكتر وهتنجح اكتر رغم المعاناه اللي انت فيها لو بقيت صاحب رساله. النقطه الثانيه، وصاحب رساله بقى ادور لك على رساله جوه الطب، المرض الفلاني ولا صحه المصريين ولا الطب عموما ولا دور لك على رساله بقى جوه التخصص بتاعك. النقطه الثانيه كانت قبول الاخر. النقطه الثالثه اللي انا عايز اقولها، واسمحوا لي يعني ان انا كده ايه اتحرك وانا بقولها، هي النقطه بعنوان اتحرك. يعني ايه اتحرك؟ عدد الاطباء، عدد طلبه الطب في مصر كام يا شباب؟ كام كام؟ حد عارف الرقم؟ العدد في ال ما علينا. شايف الطابور طويل ازاي؟ يعني ممكن تتخيل لو طلبه الطب هيقفوا صف طابور ورا بعض، متخيل الطابور طويل قد ايه؟ شفتوا في الانتخابات من كام يوم الطوابير كانت عامله ازاي؟ طب لو طلبه الطب وقفوا طابور، يطلع الطابور عامل ازاي؟ يعني يطلع من القصر العيني يخلص فين؟ يعني يخلص عند ابو الهول مثلا، ولا يخلص عند الهرم، ولا حاجه رهيبه مش كده؟ طابور طويل جدا. تحب تسبق الطابور؟ يعني انا عندي وصفه تخلي الطابور واقف وانت بتجري تجري تسبق 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 تسبق. سامحونا النهارده انا جاي اتكلم في، والله انا كل اللي جاي اتكلم فيه ان انا بفكر في مصلحتك انت الشخصيه، مش جاي ادي محاضره دينيه ولا جاي ادي محاضره كده في الكلام العمومي. انا بحاول اكلمك انت او اكلمك انت، تحب تسبق الطابور وتعدي والناس كلها لسه واقفه في الطابور بقى، واقف اهو يعني مستني لما يجي، وانت معدي سابق؟ اتحرك. يعني ايه اتحرك؟ ما تقفش مكانك. يعني ايه ما اقفش مكاني؟ يعني ما تكتفيش ان انا بدرس، انا في كليه الطب سنه ثالثه او رابعه وانا بذاكر الحمد لله، وانا يعني انا واقف وبروح الكليه والحمد لله انا بطلع بجيد جدا وامتياز وماشي كويس. لا، ما هو ده الطابور. طب ما امال ايه هو الطابور؟ ما هو ده الطابور. طب انت عايزني اسيب الطابور وامشي؟ لا، خليك في الطابور بس اسبق. طب اسبق ازاي؟ اتحرك. روح اتعلم لك لغه زياده، روح اتعلم لك، خد لك كورس زياده ما خدتوش قبل كده، روح اتدرب لك على تدريب مش موجود قبل كده، سافر لك بره في الصيف اشتغل لك شهر ولا شهرين، روح للدكتور فلاني وقول له خدني في العياده ان شاء الله امسح لك البلاط. اتحرك، ما تقفش مكانك. اتحرك اتحرك اتحرك، ما تقفش، اعمل اي حاجه، خد لك كورس، اتعلم لك رياضه انت ما بتعرفش تتعلمها، وعلاقه الرياضه بالطب. اتحرك، خد خطوه للقدام، اللي بيقف بيموت، الزمن بيدوسه. اتحرك، ما توقفيش، ما تستناش. لا اصل انت عارف احنا طلب الطب، اتحرك روح اشتغل عمل تطوعي، ادخل اسره مجددون، خش مع الشباب اللي واقف دون، ولا ادخل معاهم وقول لهم انت قولوا لي اعمل معاكم ايه، اصل انا وقتي قليل. اتحرك اتحرك اتحرك، كبر ده وكبر الخبرات. اتحرك، شوف لك كام كتاب تقراهم في ايه، في الحياه.
اتحرك دور على شخصية عظيمة في راسه وروح لبدله، روح له عند بيته وقول له أنا عايز أرافقك يوم ولا أسبوع، طب استخدمني في أي حاجة، اتحركي ما توقفش، هتداس والله العظيم هتداس طول ما أنت واقف في الطابور. أنا الأول قلت لك صاحب رسالة ده في الفكر، لكن هنا بقول لك ده لازم يتحرك، لأن صاحب رسالة قدام معوقات الحياة والمعاناة اللي هتشوفوها كأطباء هتقتل الرسالة. ما أنا برضو واقعي، اتحرك، عايز نعمل ايه؟ دور. طب قول لي مهنة أو هواية أنت بتحبها. أنا بحب أصور، اتحرك وروح اتعلم وروح خد كورس في التصوير. طب ومالها ومال الطب؟ حد عارف الرزق فين؟ حد عارف حضرتك؟ يعني انا ما رضيتش اقول لكم اتعلم لك حرفه، ويعني قلت تصوير برضه حاجه كده مع الطب يعني دمها خفيف يعني. اتحرك. شوفوا بصوا يا جماعه، بصوا انا احكي لكم حاجه شخصيه انا مريت بيها. انا سبت مصر يوم 30 اكتوبر 2002، ده اليوم اللي انا في اقل من ساعتين كنت بره، وسبت مصر 7 سنين. بس اليوم اللي انا سبت فيه مصر كان يوم حركه. اوعوا تفتكروا مش صحيح الكلام اللي انتوا سمعتوه في الجرايد ان انا اجبرت امشي حالا، انا سبت مصر بمزاجي، بس ما كان، بس كان قدامي اختيارين. يعني انا الساعه 9 بالليل يوم 30 اكتوبر كان قدامي سكه من اتنين، تقعد في مصر معزز مكرم بس ما تنطقش ولا كلمه، ده يتقفل والا هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا. اللي قال لي الكلام كان يظن ان ده الاختيار الوحيد، بس انا طلع قدامي اختيار تاني، اتحرك امشي اخرج ما تستسلمش. طب امشي فين؟ اتحرك فين؟ ده انا الباسبور اللي في جيبي ما فيش فيه غير فيزا انجلترا، فاضل فيها 20 يوم وتخلص الفيزا. اتحرك. طب معاك فلوس؟ معيش فلوس. طب عندك بيت في انجلترا؟ لا والله ما عنديش بيت. طب ليك مين في انجلترا؟ واحد صديق بس. طب ومراتك واولادك؟ مش عارف هشوفهم امتى، بس مش حق. انا ما اقدرش افضل واقف مكاني، لاني اصلا كنت صاحب رساله، بس مش كفايه صاحب رساله، لان صاحب رساله قدام المعوق ده حداس. وتخيل لو بعد 7 سنين اصلا ما كنتش هاجي لكم النهارده، لان كنتوا هتكونوا نسيتوني. لو 7 سنين في بيتنا ورجعت مراجع حسابات، حتى لو افتكرتوني انا هكون صديت خلاص. صدى عارف يعني ايه واحد صدى؟ خلاص ما ينفعش. الروح خلصت، جسد بلا روح. اتحرك. والله يا جماعه انا بحكي لكم القصه دي عشان اقول لك مهما كانت المعاناه اتحرك، خد خطوه. طب انت عندك ايه بره؟ ما عنديش حاجه. طب هتقعد فين؟ هقعد في بيت صديقي. لغايه امتى؟ لغايه ما اشوف لي حل. طب هتشوف مراتك واولادك امتى؟ ما اعرفش. شفتهم فعلا بس بعد 6 اشهر. طب وابوك وامك؟ ما قلتلهمش ان انا همشي، لان ما كانوش هيستحملوا، كان ممكن يحصل لامي حاجه. طب وشفتهم امتى؟ بعد 9 اشهر. طب ولما خلصت فيزا انجلترا؟ ما هو 20 يوم. رحت على فين؟ دورت لي على اي حته اروحها، فجبت فيزا عمره علشان الاقي حته اروحها. طب ولما خلصت فيزا العمره؟ رحت لبنان. عشان كده انا رحت لبنان. ليه؟ عشان المصريين بيخشوا لبنان من غير فيزا، عشان مش لاقي حته اروحها. طب وعملت كده كله ليه؟ عشان ما اقدرش استسلم، ما اقدرش هموت. عشان اصلا كان صاحب رساله، فلو كنت ارزقي ما كنتش خرجت. أنا أذكر لما رحت لبنان، رحت معيش فلوس، يعني الدنيا اتلخبطت، فليا صديق، هذا الصديق اللي هو السيد نجيب ميقاتي اللي هو دلوقتي رئيس وزراء لبنان، فكان هو ساعتها مش ما كانش في الوزارة ولا حاجة،
فعرف ان انا جيت وعرف وضعي فعمل معايا حاجة. يعني يمكن هو نسي، بعت لمدير مكتبه وقال له تاخد الاستاذ عمرو خالد ومن سكات كده تاخده على الترز بتاعي تفصله ثلاث بدل. والله العظيم ولا يوميا، يعني انا ابن ناس يعني وجعتني، بس اخدت الثلاث بدل يعني. انا بحكي لكم القصه دي ليه؟ ما تقفش. اللي بيقف بيداس. احنا في زمن صعب، ومش زمن صعب على مصر بس، لا لا لا، ده عالميا. شوفوا اللي بيحصل في البرتغال وايطاليا واليونان، ناس بتموت من داخلين على ريسيشن رهيب. تحرك، هتداس. مش كفايه صاحب رساله، هتموت الرساله. عشان كده كان لازم اكمل لك نقطه الرساله بالتعايش. شفت انا مربط الكلام بقى ببعضه ازاي؟ هتبدا الدنيا تتربط قدامك. صاحب رساله بس متعايش عشان يلاقي فرص. فهمت انا رايح فين؟ بس مش واقف مكانه، بيتحرك. شوف ربنا يقول لك ايه؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. مناكبها يعني ايه؟ هاتها، عارف المنكب ده؟ هاتها. بيتكلم على الدنيا، دوسوا فيها. ده القران اللي بيقول لك كده. فامشوا في مناكبها، انحط في الصخر وساعتها كلوا من رزقه. لكن تقول لي صاحب رساله واقف في الطابور، مش هتنكر، هتموت الرساله اصلا. وهتيجي تقول انت ضحكت عليا، قلت لي كلام ما عرفناش ننفذه، ماتت الرساله. تحرك. شوف انت تعرف تعمل ايه؟ موهبتك فين؟ جنب الطب. وفي الطب تحرك، روح لك المعمل الفلاني واشتغل فيه وتفرج، وروح لك المستشفى الفلانيه واشتغل فيها وتفرجي، وانحت هنا وتعرف هنا واقرا هنا، وخد لك اللغه الفلانيه وكورس جديد على الانترنت تخش وتعلمه. نهم عمال تجيب. تحرك. تقف على رجليك. وانا في انجلترا تلاقي الراجل عنده 70 سنه، والله العظيم يا جماعه، وظهره ده يعني، والدنيا تلج في الشتاء، ونازل واخد ورقه وقلم ورايح يحضر كورس مع الشباب بتوع الجامعه تاريخ الفن في اوروبا. يا عم هو انت بعد اسبوع ويبيض. انا بحكي قصه حقيقيه على فكره، حتى عنوان الكورس كان كده فعلا. ويبيض ويجي تاني يوم مبيض اللي خده في الكورس امبارح، ويقعد يسال الاستاذ، مش واحد، الاجانب كلهم كده، ليه بيعمل كده؟ عايز يفضل عايش، مش عايز يموت، مش عايز يداس، عايز يفضل حي. عارفين النبات يا شباب؟ مش النبات بيوقع الورق القديم بتاعه؟ مات ويطلع ورق جديد اخضر. جدد ورقك، احفر في دماغك. انا عندي مصطلح دايما انا بستخدمه لنفسي، الحق نفسك قبل ما تصدي. احفر لك بير بترول جديد في دماغك. يعني ايه احفر لك بير بترول؟ شوف لك كورس جديد روح اتعلمه. ايه الكورسات اللي نازله في اوروبا اليومين دول؟ كورس مش عارف في ال ال بي، وكورس في العلاقات الانسانيه. روح جدد دي قبل ما تصدي. اتحرك علشان كل واحد قاعد هنا ولاد وبنات جوا كنز. الكنز ده عشان يطلع محتاج حركه، والله العظيم ربنا عادل. اوعى تفتكروا ان ربنا ادى ناس امكانيات وناس ما ادهاش امكانيات، ده كلام غير صحيح. مفيش بني ادم ربنا خلقه الا ربنا مديله امكانيات تخليه متميز وناجح ومعاه فلوس ومقدر من البشر. كله جوا كنز، بس يا عيني في ناس بتموت ويدفن الكنز بتاعها معاه، ما اكتشفش الكنز. اتحرك عشان تكتشف الكنز. طب هو الكنوز دي بتكتشف ازاي؟ يا اما واحد خبير يقول لك فلان ده شاطر في كذا، زي النبي صلى الله عليه وسلم يجي لمعاذ بن جبل يقول له معاذ انت ما تحاربش، انت قاضي، انت تسافر تبقى قاضي في اليمن. لكن يجي لخالد بن الوليد، يا خالد انت ما تحفظش القران مش هتتميز، لو حفظت القران كله هتبقى عادي، انت تطلع تحارب. لكن انت عمر بن الخطاب ما تحاربش، انا عايزك وزير جنبي، انت متميز في الاستشارات. لكن يا بلال انت هتفضل هتموت ومحدش هيعرفك، مش متميز. لكن انت صوتك حلو، انت مؤذن. شايف بيطلع من الناس احلى ما عندها ازاي؟ طب انت بقى فين الرسول يطلع لك اللي عندك؟ طب ايه البديل؟ اتحرك يا جماعه. انا دخلت كليه تجاره وانا بكره الحسابات،
اتخرجت من كلية التجارة اشتغلت في كي بي ام جي حسن مكتب مراجعة كبير وأنا بكره المراجعة. أنا ماليش في الأرقام وكنت لم أكن متميز أبداً أبداً من ساعة ما دخلت كلية التجارة لغاية ما اتخرجت بجيب جيد. اشتغلت بعد كده فتحت مكتب مراجعة عشان أكل عيش لكن أنا مش شاطر فيها. اشتغلت بعد كده وحضرت الزمالة بتاعت المحاسبين والمراجعين وأنا بكره إن أنا أذاكر المراجعة أكل عيشي لأني ما كنتش عارف الكنز اللي جواي. واكتشفته فجأة بس اكتشفته فجأة لأني كان بقالي 10 سنين بتحرك عايز أعمل حاجة ولاقي عمل تطوعي أقوم داخل رمي نفسي فيه ولاقي دورة كورة أقوم رايح منظمها ولاقي مش عارف ناس رايحة تدرس إيه في البريتش كونسل أقوم رايح وداخل وأنا كنت كده وأنا صغير. فأم ربنا سبحانه وتعالى بدأ يلمع لي أنت كنزك هنا أنت كنزك مش في الأرقام أنت كنزك في العلاقات البشرية أنت كنزك في الكوميونيكيشن مع الناس. وأنا كنت في سكة تانية خالص في سكة الأرقام بكرهها بس مضطر أكل عيش. فلما لقيت الكنز بتاعي بقيت صاحب رسالة ومتميز يعني على قد يعني ماشي. اتفقنا شباب يبقى كم حاجة اتفقنا عليها كده مين يقول لي؟ اتفقنا على 3 حاجات والثلاثة متربطين في بعض حد فاكر؟ واحد مستانة أصلا صاحب رسالة 2 تعايش 3 اتحرك. لا اتحرك دي عايزة تتقال كده يعني مظاهرة يعني 3 ايه؟ لا غلط عايزة كده تهز القاعة 3 يا سلام. في حاجة في علم النفس اسمها العقل الجمعي ان لما حاجة بتتقال بشكل جماعي بتوجد في النفس تصديقها اكتر من لو اتقالت. فانا ما كنتش يعني بقول اي كلام. النقطة الرابعة حلوة قوي بقى. انا خلاص فاضلي نقطتين وتروحوا طولت عليكم. النقطة الرابعة ايه؟ الايمان. انتوا يمكن مستغربين ما اتكلمش في الدين لغايه دلوقتي وكلام لغايه دلوقتي والله العظيم عشان تحقق الثلاثه دول انت محتاج الايمان. انت محتاج ربنا قوي. انت فاكر ان الثلاثه بس بالشطاره؟ انت فاكر ان انت بتصلي وهتعبد ربنا علشان مضطر اعبده؟ انت محتاج قوي. ثلاثيه النجاح اللي أنا بهديها ليكم يا شباب صاحب رسالة متعايش بيتحرك محتاجة توفيق من الله محتاجة ربنا. الإيمان يا جماعة بالله عليكم حد عارف بكرة إيه؟ بكرة إيه؟ بكرة عاشوراء. إيه عاشوراء يعني؟ ده اليوم اللي ربنا نجى فيه سيدنا موسى من الغرق. طب وإيه المفروض نعمل إيه؟ النبي بيصومه. ليه بيصومه؟ أصل ده يوم معجزة عالمية. معجزة لما موسى خلاص فرعون جاي والبحر قدامنا ما عادش في ايدينا حاجة نعملها. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا لسه في حاجة. عملنا الثلاثة؟ بس لسه في حاجة. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فحصلت المعجزة العالمية. طب ليه بنصوم بكرة؟ هقول لكم فكرة يمكن ما حدش فكر فيها قبل كده. صوم بكرة علشان ده يوم معجزة. ده تاريخ المعجزة. صوم وادعي عشان المعجزة الصعبة في حياتك. النبي بيفكرك صوم عشان تفتكر ان ربنا قادر يعمل معجزة في حياتك زي ما حصلت معجزة موسى. يعني اللي عنده معجزة ما بتحصلش ادعي لها بكرة. ولما يجي بكرة قول يا زي النهاردة من آلاف السنين حصلت معجزة تاريخية اتغير فيها نواميس الكون وقوانين الكون. قانون المية اتغير وقانون الصخر اتغير وقانون الأرض اتغير عشان ربنا ينقذ 5000 واحد ولا 2000 ولا 1000. طب وأنا؟ أنا صايم والذي يستطيع أن يغير المعجزة الصعبة اللي في حياتي المستحيلة هو اللي غير المعجزة دي. كأن الصيام بيعمل لك ريفريش للفكرة. من القادر على صناعة المعجزة في حياتك؟ صيام بكرة حلو قوي على فكرة. يعني مش مسألة صحيح النبي قال إنه بيكفر السنة اللي فاتت بس الموضوع أكبر من كده. أنا يا شباب نفسي أطلب منكم أن تعيدوا النظر
لفكرة الإيمان. هل الإيمان ضرورة وواجب وعبء؟ هل الإيمان عبء؟ ولا الإيمان قوة؟ ولا الإيمان طاقة؟ إنرجي؟ أنا فوجئت ستيفن كوفي كاتب في كتابه حتة عجيبة بيتكلم عن الدعاء. هو مسيحي متدين بس بيتكلم على الدعاء كلمة هتشالها. بيقول لك اوعوا تفتكروا ان الدعاء فقط ان الاله يستجيب اليك. طبعا الاله يستجيب، بس الدعاء في فكره تانية خطيره، بيخلي المخ يركز على الفكره اللي هو عايزها. لانك من كتر ما انت عم تقول يا رب جعلني الاول على الكليه، يا رب اطلع الاول، يا رب يا رب يا رب، يحصل ايه في الدماغ؟ بتصدق الفكره. فكل ولذلك يشوف، بص الحديث خطير، يقول لك ان الله يحب الملحين في الدعاء. اصل الالحاح الله يستجيب لك والفكره تثبت. تخيلوا مين يقول ان الايمان عباره عن عبء؟ الايمان قوه والله العظيم. روح صلي عشان تقوى. انا كنت بحج السنه دي. من ساعه ما رجعت في الحج عندنا في صومعه الحياه 6-7 مشروعات تقيله توجع القلب. هننجح ولا لا؟ محتاجه مجهود ومحتاجه طاقه ومحتاجه تركيز. وانا شغال بالثلاثيه اللي انا مؤمن بيها وحكيتها لكم، بتحرك وان شاء الله صاحب رساله، ومش انا بس، الشباب اللي بيتحركهم ومتعايش. بس لقيت ان انا محتاج توفيق من ربنا. فقررنا الفريق اللي بيشتغل احنا من هنا لغايه نهايه السنه عشان المشروع التقيل اللي عندنا هنصوم 2 وخميس. وبنصومه بالنية دي، بنية ايه؟ قوة. بنية انا متصل بيك ما تسيبنيش. بنية واعتصموا بحبل الله امسكوا. كأن هناك حبل من السماء يقويك طول ما انت ماسك فيه. الحبل ده اسمه الايمان. الصلاة كده. يا شباب يلا ما بتصلوش انت فاقد 50% من قوتك. ماينس 50، يعني انت متخيل؟ ياللي بعيد عن ربنا انت محتاج، عشان احنا في زمن صعب. الصلاة بربنا قوة. على فكرة أنا بكلم، أنا عارف إن في مسيحيين موجودين، أنا بكلم مسلم ومسيحي. الإيمان قوة. الإيمان طاقة. الإيمان ثقة. أنا مش خايف. أحكي لكم حاجة عجيبة، حاجة بعيدة بس يوريك الإيمان بيعمل إيه. أنا في ناس كتير بتيجي تحكي لي أسرارها. ويقول لي أنا حصل عندي مشكلة الفلانية. على مدار العشر سنين اللي فاتت جالي ناس كتير معمول له بلاك ميل. عارفين يعني ايه بلاك ميل؟ يعني حد مهدد له، وساعات بنات، حد مهددها، هي كانت مثلا على علاقه بشاب، في حد مهددها مش عارف بصور حاجات زي كده، واحيانا فيهم مشاهير. البلاك ميل دي بتخلي الناس مش عارفه تنام بالليل. فانا كنت دايما كل ما حد يجي لي في الحكايه دي عندي وصفه على طول اقولها له بمنتهى القوه. اقول له اطلبه وقول له اخبط دماغك في الحيط. اعلى مفخلك اركبه، ولو قدرت تقول له طز فيك وتقفل السكه ولا يهمك. يقول لي ينفع؟ يقول لي ازاي اعمل كده؟ قلت له بس استنى، اوعى تعملها وظهرك مكشوف يذبحك. اعملها وروح لربنا بالليل. الاسبوع الجاي كله بعد ما تعمل الحركه دي يا رب واسجد له. ما يفضحنيش وانت موجود. وقولي له، قولي له يا رب انا بقيت كويسه. ما يضيعنيش وانت ربي. اقسم بالله العظيم، والله يا جماعه ما خيبت مره. ولا مره، ولا مره. ما حصلش، والله ما حصل مره ان حد تعرض له. بس بقول له بس خلي بالك، لو ما رحتش بقى الاسبوع هيضحك. قولها بقوة، وقول له في التليفون او قولي له، قولي له انا ربنا مش هيضيعني، انا رايح لربنا، وريني هتعمل فيا ايه وربنا موجود. ولا مرة. وكنت بقولها بإيه؟ بقولها بمنتهى القوة، هيحصل إيه؟ تعملي كده، ما تخافيش. بس تروحي لربنا. الإيمان عاصم. الإيمان قوة، الإيمان حماية. الإيمان طاقة. الإيمان نصرة. الايمان انك طول النهار بتتحرك وبتجيله بالليل تقول له يا رب الطابور طويل قوي، يا رب اقسمت عليك ما
نجحني، وسع رزقي. وانتوا يا شباب حتى في امنيات الدنيا، يا رب انا عايز اتجوز فلانه، والطريق طويل عشان اتجوزها قدامي سنين، عني ووقفني على رجلي ويحصل وتشوف. صحيح ياما ناس بتتخيل ان جوازات وانتوا شباب وعندكم امنيات، والبنات انا مش جاي اتكلم في كلام رسالي وابعد عن واقعكم، عايز ابقى سعيد، بحب فلانه، عايز اتجوزها، عايز ادخل ابتسامه وبسمه على وجهي وعلى وجهها. روح الايمان قوه، الايمان يقصر المسافات، الايمان امل. طول ما ربنا موجود يبقى في امل، صح ولا لا؟ طب هو مش عنده خزائن السماوات والارض؟ يعني حته شقه مش صعب على ربنا؟ يا عم خزائن السماوات والارض وانت مستصعب يديك شقه؟ روح بس اتحرك، بس تعايش عشان تفتح لنفسك فرص، بس كن صاحب رساله علشان تكبر ودماغك تكبر، هي دي الحياه. اربع نقط. الايمان، حلفتكم بالله النهارده كل واحد يرجع لربنا يعبد. شفتوا انا جبت الايمان امتى؟ انا ما ابتديتش بالايمان، علشان الايمان هو اللي بيزق الثلاثه اللي قدامي. ولو كنت ابتديت بالايمان يبقى انا بتكلم للايمان فول ستوب. لكن انت تنجح وتقف على رجليك وتتحرك وتعيش وتتعايش مع الناس وتنفتح على كل الدنيا، وفي وسط ده كله الايمان هو اللي بيزقك. تقرا قران كثيره اختم بيها. الاخلاق، انا خلي بالك انا بدي وشده، يعني مش انتوا بس اللي دكاتره، يعني انا كمان دكتور يعني. انا بدي وشده من خمس حاجات تعيش بيها وتفتكرني بيها، وان شاء الله قبلك بعد خمس سنين تكون رايح مثلا اتعالج ولا حاجه، تقول لي يقولوا لي ده اشطر دكتور لازم تروح لفلان، تقول لي انا كنت موجود في القاعه تعالجني ببلاش، يعني خليك جدع يعني. او اسافر في بلد من بلاد العالم يقولوا ده كل الناس بتروح للدكتور الفلاني، ادخل الاقي الدكتور الفلاني. لسه جاي من احد البلاد العربيه، لقيت الملك بتاع البلد دي بدون ذكر اسامي عامل تكريم لهذا الدكتور. هذا الدكتور مصري وبيحكي لي ان هو هاجر سنه 70، مفيش في جيبه غير 500 جنيه. أم وأبوه لموا صيغتهم وجابوا له تذكرة الطيارة وإقامة لمدة شهر لغاية ما يقف على رجليه. قصة كفاح رائعة. دلوقتي الملك بيكرمه وهو في سن الأربعينات. أنا سعدت باستقبال الدكتور حسين، الدكتور حسين استقبلني في مكتبه وبعدين كان عنده موعد وهو حصلنا. أنا بس عايز أراجع دكتور مع حضرتك، عايز أراجع مع حضرتك النقط اللي أنا قلتها لغاية دلوقتي، و أخلص آخر نقطة وأسيب لحضرتك التعليق بعدها. فأنا قلت للشباب لغاية دلوقتي الطب رسالة، لازم تكون صاحب رسالة رغم المعاناة اللي ممكن تتوقع. وقلنا النقطة الثانية نقطة التعايش، القدرة على إيجاد مناطق مشتركة بينك وبين الناس. وقلنا النقطة الثالثة اتحرك، ما تقفش في الطابور مش مستني، اتحرك، خد لك كورس في الموضوع الفلاني، اتحرك اتعلم لك لغة، اتحرك سافر بره خد لك. فدي كانت الثلاث نقط. والنقطة الرابعة كانت الإيمان وأثر الإيمان إنه يقويك عشان تنجح. النقطة الأخيرة اللي عايز أختم بيها الأخلاق. بصوا يا جماعة، أنا عايز أتفق معاكم على حاجة، أرجوك احفظها وحطها في دماغك كده، إيه عيش بيها. الأخلاق مش عشان الآخرة وبس، الأخلاق هي الإنفراستراكشر، البنية التحتية لبناء أي دولة وأي أمة في التاريخ. مشكلة المسلمين والعرب إن كل ما تتقال كلمة الأخلاق يعني يظن إن الموضوع عشان أخش الجنة وبس. لا، طب هو أصلاً ليه الإسلام اتكلم عن ثواب الأخلاق كده؟ لأنها بتبني الأرض، لأنها بتصلح الدنيا، لأنها بتجيب فلوس أكتر. على فكرة المصريين مش فاهمين كده،
الدكاترة عايزين يفهموا كده، إن الأخلاق تجيب فلوس أكتر، إن الأمانة والصدق والمعاملة الجيدة تجيب فلوس أكتر أكتر من الالتواء وروح يعمل الأشعة دي علشان كذا وهو مش محتاج الأشعة دي عشان هو مربط مع الموضوع الفلاني. أبداً، والله اللي يجيب فلوس أكتر الأخلاق على المدى البعيد. وأحكي لكم قصتين بسرعة. أنا كنت في إنجلترا 2005 ساعة الانتخابات بتاعت بريطانيا، بتاعت حزب العمال اللي كسب فيها حزب العمال. فحزب العمال منزل البرنامج الانتخابي بتاعه. أنا صعقت. عارفين إيه أول نقطة في البرنامج الانتخابي؟ نحن نعتقد أن الأخلاق هي البنية التحتية لنجاح الاقتصاد البريطاني، وأن أخلاق البريطانيين هي التي ستحدث طفرة اقتصادية. دي النقطة الأولى. الحاجة التانية أحكي لكم قصة تضحك جدا بس إيه تفهم منها. ليه صديق عايش في إنجلترا اشترى بيت، البيت ده بيت صغير بس ملحق بيه حديقة كده صغنطوطة فيها بركة صغيرة. البركة دي لما اشتراها كان فيها سمك زينة بس أو الدور يعني سمك في البحيرة، والبحيرة دي مش بحيرة أسف، بركة صغيرة متغطية بشبكة. فهو مصري يعني تعرفين المصريين إيه، قال لك الشبكة دي لازمتها إيه؟ واخد الشبكة ورميها. تاني يوم ما لقاش ولا سمكة لأن الطيور نزلت كلت الإيه، الراجل كان حاطط الشبكة عشان المهم يعني إيه، ما لقاش ولا سمكة. فخد بعضه وراح لمحل سمك زينة يشتري إيه؟ سمك جديد. فالراجل الانجليزي اللي في المحل قال له انت عايز سمك عشان تحطه في فيترينا ازاز ولا اوت دور في بركه؟ قال له لا اوت دور في بركه. قال له انا اسف مش هقدر ابيع لك. قال له ليه؟ قال له لان السمك ده هيموت بعد شهر لانه مش هيتحمل بروده الجو، لكن لو عايز تشتري انت تجي لي السنه الجايه في الصيف علشان يعني بعد سنه عشان السمك يتعود على درجه الحراره الجو تدريجيا فلما يجي الشتاء ما يموتش. قال له طب بس انا كنت عايز دلوقتي. قال له لا ما ينفعش ابيع لك. فصاحبي خرج وبيقول لي وهرشت في دماغي كده وقلت ايه، هو انا لو كنت في مصر كان هيبيع لي ولا ما كانش هيبيع؟ طب ولو كان السمك مات كان هيروح له يقول له السمك مات؟ يقول له لا ما انت ما خدتش الدواء ده، انت لو خدت الدواء. يا جماعه الاخلاق الأخلاق مالكش دعوة. يقول لك البلد كلها ماشية كده مالكش دعوة. يقول لك يا عم انت لازم تسرق عشان تعيش مالكش دعوة. لو واحد فيكم يا شباب، لو واحد فيكم يا دكاترة قال انا همشي بالأخلاق الدايرة هتبدأ توسع. مالكش دعوة. طب وهناكل منين؟ صدقني الرزق هيجي اكتر. انا ما حكيت، انا لغاية دلوقتي ما قلتلكش ولا آية ولا حديث على قيمة الأخلاق، علشان عايز اقول لك ان الحياه تقوم بالاخلاق. الطب ينجح بالاخلاق، الهندسه تنجح بالاخلاق. انا كنت ساكن في حي المهندسين، ليه هجرنا حي المهندسين واغلب الناس سابته ومشيت؟ عشان الاخلاق، عشان الغش، وعشان التصريحات الغير قانونيه لبناء ادوار عليا في حي قايم على 4 ادوار والبنيه التحتيه بتاعته ما تستحملش، بقى اتبنى فيه 20 دور برخص علشان رشاوي. كانت النتيجه ان مليارات راحت، وراحت ناس سكنت في الشيخ زايد وفي 6 اكتوبر عشان الاخلاق. الاخلاق بتقوم الاقتصاد وتوقع الاقتصاد، فما بالكم بالطب، المهنه النبيله. مين يعاهدني يا شباب؟ اخر نقطه، مين يعهدني ان هو لن يبني حياته العمليه على غش او على ارواح الناس او على كذبه يضحكها على مريض ساذج عشان انت عارف وهو مش عارف؟ مين يوعد بكده؟ وربنا شاهد، ربنا شاهد على الايدين المرفوعه ولها علاقه بانك صاحب رساله. اشكركم جدا. دول كانوا 5 نقط أرجوكم اكتبوهم، وهم هيبقوا نازلين بالليل على عمري خالد.net. أرجوكم ادوا الكلمة دي لزمايلكم الطلبة اللي كان نفسهم يدخلوا وما قدروش. وفي نفس الوقت أنا فخور بأسرة مجددون اللي وصلنا الحياة اللي هنا، اللي عمالين يشتغلوا على مشروعات تنمية ومشروعات بعيدا عن العمل السياسي وبعيدا عن العمل الخيري.
وبعيدا عن العمل حتى الديني، هم قرروا ان التنمية بالايمان تزقهم وتدفعهم للايمان، فارجو ان انتوا تتعاونوا معاهم. وانا فخور يا دكتور ان انا موجود مع حضرتك، وان حضرتك يعني انا شرف لي ان انا اكون موجود في الجامعه الكليه العريقه العظيمه كليه الطب جامعه القاهره وتحت امر حضرتك. انا مشيت لسبب واحد، ان انا كنت فاكر ان الناس بيحبوني، طلعوا ان انا ما حدش بيحبني خالص. طبعا بحس ان دور الطب بالنسبه للادوار الثانيه حقيقي مهم بس هامشي، فده يؤكد الموضوع ده. لما اجي اقول محاضره بزعل الطلبه قليلين، فانا عرفت اجيب مين كل يوم عشان الطلبه ايه. فطبعا يشرفني ان انا انه كان النهارده عندنا في الكليه، وشرفني جدا ان اتكلمنا امبارح مع بعض يعني على التليفون، عشان اقول ان انا برحب بيه جدا ويشرفني انه يجي. ومره ثانيه احب من حضرتك مسانده لنا، لان احنا محتاجين على محاور كتيره مسانده، محتاج تعرف الناس بالدور اللي المكان ده بيأديه فعلا عن حق مش عن كلام. وان شاء الله وانا محتاج مسانده منك بقى معنويه بطريقه بصفه خاصه. فبشكر دكتور عمرو مره ثانيه بالنيابه عني بالنيابه عنكم كلكم. يتقدم الآن الأستاذ الدكتور حسين خيري عميد الكلية، وبتقديم درع الكلية للدكتور عمرو خالد، يشاركه أمين رائد الرئيس عبد العزيز فهمي.